سباق التميز في اليوم الأخير للقاء الأصائل قبل مهرجان الختام. ينطلق شوط المحليات من سن الإذاعة مشاهدين الأعزاء لتنطلق شعارات أصحاب السمو الشيوخ معدة العدة جاهزة بنخبة من المضمرين الكرام الذين يقفون وراء كل إنجاز لجهدهم الكبير وانطلاقهم مع الأصايل. شوط المحليات، شوط الستة كيلومترات، شوط سن الإذاعة، هذا هو الانطلاق، وهذه مقدمة الشوط مع هجن العاصفة، مع رباعي جميل تقود من خلال هجن العاصفة، هجن سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ولي عهد دبي. الهجن الخاصة، هجن أقوى المؤسسات وأشدها وأغناها بالرموز والبطولات. في مقدمة الأسماء شواهين من هجن العاصفة، ويضمرها حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، بينما تليها مباشرة تغطية أيضا تعود ملكيتها لهجن العاصفة، وتعود عملية التضمير للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثالث سلهود من هجن العاصفة مع قيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. يتدخل شعار جميل وغني عن التعريف على ظهر الشاهنية، شعار من شعارات سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، اللي غيرت كانت قبل لحظات في رابع المراكز، تحتل المركز الثالث بأقودها بقيادة التضمير سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الخامس مباشرة دفرة في المركز الخامس لهجن العاصفة، المضمر السيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وفي المركز السادس يأتي شعار رائع للغاية من الشعارات الغنية عن التعريف لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم، على ظهري سلهوده يقدمها علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي قائد العمليات في فرقة رقم 11. يا سلام، تليها بن صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أروع وأقوى الشعارات، يضمرها مسري بن سالم بن العرطي خبير التضمير والمضمرين. المركز الثامن، ثامن المراكز الشاهنية تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع مضمر عملاق كابتن في التضمير خليفة بن سالم بالصقعة. المركز التاسع، تاسع المراكز مشاهدين الأعزاء، في المركز التاسع الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان، هذا الشاب المميز في تضميره يقودها. المركز العاشر، ضجة من هجن العاصفة، يقودها الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. يا سلام يا سلام، الوطاءات الأخيرة لأخفاف الإذاع ميدان المرموم، هذه البقعة المباركة إن شاء الله حيث أمر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم حفظه الله نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإقامة هذه التحفة الجميلة في هذا المكان من الإمارة، لتنطلق منافسات الهجن العربية الأصيلة. الأصايل يا سلام، نعود إلى المقدمة ونرى، نعود إلى مقدمة الشوط حيث تقرير تقرر على احتلال المركز الأول وتمضي إمضاءها الاعتيادي من خلال وجود شعار هجن العاصفة على ظهرها، وأيضا بقيادة أحد أخبر وأعرف وأدرى المضمرين في المراكز الأولى حمد بن راشد بن حمد بن غدير الواثق في التضمير. المركز الثاني تأتي لسيدي سمو الشيخ حمدان
الان بمحمد بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر السيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير. يا سلام يا سلام، المحنك موجود بقوة، بينما المركز الثالث تأتي هجن العاصفة مقدمة من حافة، وأيضا في رابع المراكز مقدمة خلود، ويقودهن المضمر السيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير. نتابع ندانا الثاني وأسماءنا العشرة من خلال التعرف على اللي دخلت على المركز الخامس اللي هي مهمة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، مضمرها علي بن راشد بن حمد بن غدير. يا سلام، اللي تليها أيضا في المركز السادس سرابة من هجن العاصمة يقودها الواثق وتضمير. المركز السابع ضجة من هجن العاصمة اللي ذعناها في المركز العاشر في النداء الأول، تقترب العملاقة في هذه اللحظات في المركز السابع لهجن العاصمة يضمرها حمد بن راشد بن حمد بن غدير، بينما بن صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مسري بن سالم بن عرطي بالتضمير. الخبير ينتظر الانطلاق ولحظاته وامتاره. المركز الثامن المركز التاسع الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، مضمر الشاهينية سهيل بن مبارك بن مرخان. وفي عاشر المراكز الله، شعار النجوم قادم 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 من خلال وجود الشاهينية لسمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم، حمد بن علي العويسي في التضمير. مرحبا بالشاعر وخبراته التضميرية. هذا ندانا الثاني مشاهدينا الكرام، 1800 متر على خط النهاية وطموح هجني فزاع تقود الشوط من خلال وجود سبعة أسماء في المراكز السبعة الأولى. طموح أول المتصدرات، أول الموجودات، أول الحظ بقيادة المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير. يا سلام، تقرير من الجانب الثاني لهجن العاصمة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. خلود خلود خلود، يا سلام، اللي تبحث عن طريقها الى المقدمة تحتل المركز الثالث في هذه اللحظات لهجن العاصمة في التضمير الواثق حمد بن راشد حمد بن غدير. المركز الرابع ضجة هجن العاصمة الواثق وتضميره، الله، قائد العمليات في الفرقة 11 ينطلق مع مهمة لسيدي بن محمد بن راشد سعيد مكتوم. في المركز الرابع يغير من المركز الخامس 1200، وفي المركز السادس هجن العاصمة مقدمة سرابة ويضمنها حمد بن راشد حمد بن غدير. يا سلام يا سلام يا سلام، مقدمة هذا الشوط الحمدانية الفزاعية مع أول أشواط الإذاع وآخر النظرات والإطلالات والقائها على أرض ميدان المرموم قبل الختام. الله الله الله، هجن فزاع، هجن الرياضي الشامل، هجن أبو راشد، هجن سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم. تقرير تقرير الله، يا سلام يا سلام يا سلام، قررت تقرير للشوط كامل، تقرير كامل، نبذة عن الختام وتقرير. الله الله، سلام يا هجن العاصمة، وأيضا خلود خلود القادمة. يا سلام يا سلام لهجن العاصمة مع الواثق الثنتين حمد بن راشد بن حمد بن غدير. مشكور يا أبو حمدان، مشكور يا أبو زايد، يا أبو راشد. الله، خلود خلود وتقرير، خلود الخالدة في المقدمة، الثابتة في المقدمة. تهانينا نزفها مع هذه اللحظات الجميلة السعيدة، الإطلالة الأخيرة قبل الختام لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ولي عهد دبي حفظه الله، مع خلود تقرير وأيضا
الطموح لسموه، وهجن العاصفة تأتي رابعا من خلال وجود ضجة، وخامسا يأتي شعار جميل الشاهنية لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني من دولة قطر الشقيقة. مرحبا بضيفنا الكريم وشعاره القدير الكبير في ميادين السباق. هذه هي مشاهدينا الكرام خلود قاطعة الستة كيلومترات في 9 دقائق و10 ثواني وخمس من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة الشهيرة الكبيرة بإنجازاتها العملاقة بضغطها على الرموز وامتلاء وغنائها بذلك. المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير، تهانينا والناموس للواثق وتضميره. المركز الثاني تقرير تصل في المركز الثاني قاطعة 6 كيلومترات بفترة زمنية مقدارها 9 دقائق 12 ثانية 3 أجزاء من الثانية. التهاني مرة أخرى للرياضي الشامل حفظه الله ورعاه في كل مكان وزمان، بطل البطولات والرياضات في كل مجالاتها ومختلفها وأنواعها، سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مالك هجن العاصفة حفظه الله ولي عهد دبي رعاه الله. كان 9 دقائق 14 ثانية 7 أجزاء من الثانية. طموح الفائزة بالمركز الثالث توقيتها هو ما ذكرت للسنوات. تهانينا لمالكها سيدي فزاع ولمضمرها المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير. تهانينا لأصحاب السمو الشيوخ على الفوز بالمراكز 10 الأولى في الشوط الماضي.